نستمع لكلمة دولة رئيس الوزراء العراقي الأستاذ محمد شياع السوداني، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق الله العلي العظيم. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقترب من شهر رجب الأصب بما يحمل من معان كبيرة في الجهاد والاستشهاد ونصرة الحق، شهر البعثة النبوية وإسراء ومعراج نبيه الحبيب المصطفى، وشهر استشهاد الأئمة من أهل بيته عليهم السلام. ولنا في هذا الشهر أن نستذكر استشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم، ومعه جمع من الأبرياء الأتقياء، في حضرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، عبر جريمة لن يفارقها الخزي والعار. فالسلام على شهداء العراق، شهداء الثبات والعقيدة، أينما وقعوا على هذه الأرض الطاهرة. الحضور الكريم، نستذكر اليوم الشهادة لكن بطعم النصر المبين الذي تحقق على الإرهاب المندحر، ونستذكر الدماء الزكية لكن بطعم الأمن والاستقرار الذي أغدقته تلك التضحيات. ولا دين في أعناقنا أكبر من الدين للشهداء، فالسلام على الأولين والآخرين منهم. لقد مضت مسيرة العراق الجديد رغم كيد الأعداء والإرهاب، وبقي هذا البلد صابراً عزيزاً عصياً على القهر والمحو، وتشرفنا بمواصلة هذا الركب ما استطعنا من قدرة وعمل، وانطلقنا في ظروف غاية في التعقيد، وقدمنا برامج عمل واقعية وعملية استهدفت الخدمات والاقتصاد من أجل تدعيم إيمان العراقيين بهذه التجربة، الذين دفعوا ثمنها شهداء وتضحيات يصعب إحصاؤها. وها نحن اليوم نشرف على الانتهاء من مشروع قانون للموازنة مختلف عن السنوات السابقة، فقد حرصنا على تضمين المفردات والمتطلبات الأساسية للبرنامج الحكومي وآليات تنفيذه. ويمكن القول أنها المرة الأولى أن يتمحور قانون الموازنة حول البرنامج الحكومي، ونسعى في هذا العام لإيجاد المعالجات التي تضمن التنمية والإصلاح المستدام. وفي صلب هذه الجهود، فإن الحكومة تواصل دعمها للبنك المركزي العراقي لإعادة سعر صرف الدولار إلى السعر الرسمي، وهذا جزء من مجمل اقتصادي بحاجة إلى تصد شجاع وحلول ناجعة لإنهاء السياسات المالية الخاطئة التي ورثتها الحكومة الحالية. لقد اتخذنا جملة من القرارات الجريئة في مدة قصيرة لدعم الدينار العراقي واستقراره، ونحذر من يحاول
استغلال الأزمة واللعب على أوجاع الناس واحتياجاتهم. لم يرتفع سعر صرف نتيجة قرار حكومي، إنما لأن هناك من استغل الظروف الوقتية والاضطراب في الأسواق التي لم تألف بعد التعامل مع الخطوات والآليات المصرفية الجديدة التي ستحافظ على أموال الشعب، وهي خطوة مهمة على طريق الإصلاح الاقتصادي. ونؤكد هنا على أولوية مكافحة جائحة الفساد، فلا يمكن لأي جهد أن يتكلل بالنجاح طالما بقيت هذه الجائحة قادرة على الانتقال والانتشار في جسد الدولة. وبهذا الشأن تواصل حكومتنا إسنادها للسلطة القضائية والجهات المختصة لملاحقة المطلوبين والعمل من أجل استرداد الأموال المنهوبة. الأخوات والأخوة، لقد أخذنا بنظر الاعتبار في كل خطواتنا وفي كل هدف من أهداف الموازنة أن نردم هوة الفقر وأن نخفف الفقر المستوطن في بعض البيئات والقطاعات العراقية. وبرزت على رأس هذه المهام عملية البحث الاجتماعي الكبرى وتعزيز الشرائح ذات الدخل الأدنى بفوائد السلال الغذائية والبطاقة التموينية. وكلما ازدادت ملامح الفقر ذهبت معالجاتنا إلى استهداف المستحقين بالدرجة الأساس، وهو تأسيس لوضع مسؤولية الحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة في محلها الأمثل، وصولاً إلى المستفيد الأكثر استحقاقاً. نعم، ليس من واجب الدولة أن تكون مجرد خزينة لتوزيع الأموال العامة، إنما يجب أن تطلع بواجب التخطيط والتنمية ومعالجة مواطن الخلل وخلق الفرص الاقتصادية وتهيئة الأرضية الصالحة لعمل القطاعين العام والخاص واستيعاب شريحة الشباب ورعايتهم عبر تأهيلهم ووضع أدوات المستقبل قيد أيديهم. ولأننا في منطقة تحاصرها التفاعلات والتحديات، فقد أولينا العلاقات الخارجية للعراق أهمية خاصة، وأننا مستمرون في التواصل وتبادل الزيارات مع الأشقاء والأصدقاء، بينما تحضر المصلحة المتبادلة دائماً في كل حواراتنا. العمل من أجل مصلحة العراق في التنمية عبر الشراكة البناءة بما ينعكس على مصلحة المواطن، فرؤيتنا في هذا الملف تقوم على أساس العلاقات المنتجة لا الصورية أو الشكلية. وهذه الجهود تأتي من أجل جذب الاستثمار وتفعيل الاتفاقات التي تصب في مصلحة بلادنا واستقرارها وسيادتها، وتقديم يد العون الدولية للبرامج التنموية الاقتصادية الطموحة، سواء في مجالات الطاقة أم في مجالات تنمية البنى التحتية. أن تهزو هذا المقام لأشدد على جميع القوى الفاعلة بضرورة الابتعاد عن المناكفات والتجاذبات التي لم تعد وسيلة مناسبة لتصحيح مسار الوضع السياسي في العراق. فقد أصبح شعبنا يميز الأعمال الحقيقية عن الادعاءات ومحاولات تسميم الفضاء بالإشارات والرسائل السلبية. ومع هذا أقول إننا لن نكون ضد الآراء المعارضة التي هدفها تصحيح مواطن الخلل في جسد الدولة، ونعتقد بأهمية تمكين الآراء المعارضة وتمثيلها. فالصوت المعارض المتحلي بالمسؤولية الوطنية لا يقل أهمية عن الصوت المساند، وهي كلها مواقف داعمة ومصححة لمسار يبتغي تقديم الخدمة للمواطن، خدمة
تليق به وتليق بالعراق. نرى اليوم أن الله يمن على العراق وأهله بالخير والنجاح، وتتوالى البشائر الطيبة، ونرى العراقيين يعيدون تأسيس مكانة بلدهم، ويلعبون دوراً بناءً يليق بتاريخه ومكانته وحجمه في المنطقة والعالم والتراث الإنساني. نؤكد أن الزمام بأيدينا، والمستقبل مفتوح أمامنا، وسنستمر في مواصلة العمل ما دامت فيه قيادات مخلصة شجاعة وجادة، وما دامت مرجعيتنا الرشيدة ترعى مسيرتها بحكمتها ووعيها، وما دامت قواتنا الأمنية بمختلف صنوفها قادرة ومتمكنة تستنهض هممها من تضحيات الشهداء ونضالهم وتاريخهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.